اولادي وبناتي طلب الطالبات جريد 5، اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنبتدي نراجع على ليسون 3 وليسون 4 في يونت 1، تمام؟ هنبتدي الاول باسئله الكومبليت زي ما اتفقنا، لازم نذاكر اول باول، الامتحانات قربت، شد بقى حيلنا شويه كده نراجع كل الدروس اللي علينا زي ما اتفقنا، احنا هنمشيها درسين درسين. خلاص يا اولاد، اول سؤال عندي بيقول لي the natural magnet is made of one of the space ores. ها ores يعني خامة، او هي من معدن ايه؟ قلنا ان natural magnet من ال iron ores called magnetite، تمام يا اولاد؟ يبقى ال natural magnet is made of one of the iron ores called magnetite، تمام يا اولاد؟ طيب تعالوا نشوف الكويشن اللي بعده. بيقول لي the north pole of the magnet attracts the هي attract ايه؟ دايما لازم نفتكر الجملة دي، ان دايما like poles like يعني اللي هم شبه بعض ما بيحبوش يقعدوا جنب بعض يبقى repel، لكن اللي مش شبه بعض dislike او unlike poles بيحبوا يقعدوا دايما جنب بعض يبقى attract each other. الجملة دي مهمة جدا، اما هيجيبها لكم زي ما انا قلتها like و unlike، اما هيجيب لكم اسم البول فانتوا تعرفوا. لو هي اتراكت، بصوا كده اتراكت، يبقى لازم ان العكس بتاعها هي دي ايه؟ نورث واتراكت، يبقى اكتب هنا ايه؟ ساوث. طيب بات ريبل، كلمه ريبل يعني بيبعد عنه، بيبعد عنه يبقى لازم يكون شبهه، يبقى النورث، يبقى هكتب هنا ريبل ايه؟ ذا نورث بول. يبقى تاني نشوف الاجابه اهي، the north pole of the magnet attract the south pole of another magnet but repel the north pole، تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي space magnet has many shapes such as needle, bar and horseshoe magnet. مين اللي كان ليه اشكال كتير؟ احنا عارفين ان انا عندي natural و artificial. مين اللي ليه اشكال كتير؟ طبعا ال artificial magnet هو اللي ليه many shapes، لكن ال natural ملهوش غير حاجة واحدة بس بلاك روكس، تمام يا اولاد؟ طيب بعد كده بيقول لي materials can be divided according to their magnetic attraction into، بنقسم المواد بتاعتنا على حسب هي بتنجذب للمغناطيس ولا لا، into space materials that attract، مين اللي attract للماجنت؟ magnetic materials and a materials that don't attract to magnet، مين اللي don't attract non-magnetic materials. خلاص يا ولاد، يبقى الماتيريالز بتاعتي اما ان هي تكون magnetic ودي بتكون attract to magnet، non-magnetic اللي هي don't attract to magnet. خلاص، والماجنتيك قلنا زي مين؟ زي الايرن والنيكل والستيل، non-magnetic زي البلاستيك زي الالومنيوم وزي الكابر. خلاص يا ولاد. طيب بعد كده بيقول لي the a pole of magnet always pointed to the north pole to the north direction. لما يقول لي pointed يعني دايما بيبقى في انه اتجاه، بيبص ناحيه انه اتجاه. pointed يبقى لو قال لي north اكتب north، قال لي south اكتب south. خلاص يا ولاد، يبقى هنا الاجابه بتاعتي ايه؟ the north pole of a magnet is always pointed to the north direction of earth while the south pole always pointed to the south direction of the earth. خلاص يا ولاد، تعالوا نشوف اللي بعده. بيقول لي هنا the space contains a small and light magnetic needle. مين بقى الجهاز اللي احنا خدناه وقلنا ان جواه magnetic needle؟ قلنا الكمبس that spin a around the fixed axis that spin freely. لازم تكون freely ليه؟ عشان تتحرك على حسب، انا لو واقفه ناحيه النورث هلاقيها تتحرك ناحيه النورث، فلازم تكون بتتحرك بحريه freely. يبقى the compass هو اللي جواه الماجنتيك نيدل that spin a freely. خلاص كده تمام. السؤال اللي بعده بيقول لنا the box of compass is made from a materials. طبعا احنا عارفين ان الكمبس لسه قايلين ان جواه magnetic needle. طيب ينفع حاجة magnetic needle يعني مغناطيس جوه احط له انا علبة من مادة magnetic؟ لا طبعا، لان ساعتها هتلزق في المغناطيس ومش هتخليه يعرف يتحرك بحرية. عشان كده لازم البوكس اوف كومباس تكون من ايه؟ from non-magnetic
material خلاص from non-magnetic material يعني ممكن تكون من الألومنيوم من البلاستيك من الكابر لكن هل ينفع تكون من الأيرن؟ فولس ما تنفعش تمام يا أولاد خلي بالنا من الجملة دي ساعات بتيجي في الترو والفولس يقول لي the box of compass is made from iron ينفع؟ أقول له لأ ليه؟ لأن الأيرن دي magnetic وما ينفعش الكمباس العلبة بتاعته تبقى magnetic بعد كده بيقول لي an A can be generated in the coil of the insulated copper wire بصوا يا ولاد ايه اللي دايما بيمشي جوه السلك الكهرباء يبقى an electric current can be generated in the coil of the insulated copper wire when moving a rod of A inside the coil ايه اللي بحركه جوه الملف بتاعي جوه الكويل عشان يطلع لي electricity او electric current طبعا هنا a rod of ماجنت تمام المغناطيس هو اللي بحركه جوه الكويل بتاعي عشان يولد لي يعمل لي جنريت لإلكتريك كارنت يبقى an electric current can be generated in the coil of insulated copper wire when moving rod of magnet خلاص بعد كده بيقول لي electromagnet is a device used to change A energy into A energy قلنا نقسم الكلمة اتنين electro تبقى electrical energy magnet تبقى magnetic energy يبقى احنا هنقسمها هي عبارة عن جزئين electro يبقى هكتب في اول space A electrical energy وتاني جزء من الكلمة magnet تبقى into magnetic energy خلاص while the dynamo generates A بصوا الكلمة دي كلمة generates يعني بيولد ايه؟ ها electrical energy from ايه؟ ها انا بحرك الماجنت يبقى الحركة دي عبارة عن ايه؟ mechanical energy لكن نخلي بالنا السؤال ده فيه تركة كده صغيرة ايه هي؟ لو قال لي الداينامو change A to A to A يبقى هقول له ساعتها change mechanical to electrical لكن لو قال لي generate A from A هقول له العكس هقول له generate electrical energy from mechanical energy تمام يا ولاد عرفنا ايه الفرق ما بين الاثنين ما بين السؤالين عشان ما يلخبطناش لو قال لي كلمة generate دي يبقى لازم بعديها بعد كلمة generate electrical energy على طول خلاص يا ولاد اوعوا تنسوا دي طيب تعالوا نشوف اللي بعده بيقول لي الالكترومغنت is made up of A wire دايما الواير كبر ودايما البار ايرن تاني الواير دايما كبر والبار دايما بيبقى ايرن and connected to a battery خلاص لان انتم عارفين ان الاستراكشر بتاع الالكترومغنت دايما نفتكرها لما يجي يسالني سواء بقى في الامتحان العملي بتاعنا اللي ممكن هنمتحنه ويجيب لي فيه رسمه الالكترومغنت ويقول لي حط الليبل عليها ليبل يعني هيجيب لك اروز كده اسهم على كل حته جوه الالكترومغنت وانتوا تقولوا ده اسمه ايه الالكترومغنت عشان نفتكر عباره عن ثلاث حاجات اول حاجه السلك اللي لافف ده اللي بسميه كويل اللي هو عباره عن كابر واير تاني حاجة هلاقي في النص جوه السلك ده هو السلك ملفوف على ايه؟ على قطعة من الحديد ممكن القطعة دي تبقى ايرن نيل يعني مسمار حديد او قطعة حديد عادية بار اوف ايرن كل ده متوصل ببتري هي دي source of electric current خلاص يا ولاد ده تركيب الالكترومغنت عشان لو جانا في امتحان العملي بعد كده بيقول لي is used to back up the huge block of iron مين اللي بيرفع الحاجات التقيلة بتاعت الايرن الالكترومغنت طب مين اللي generate electricity اول نشوف generate electricity افتكر مين الداينامو صح ولا لا يبقى هنا بيقارن لي ما بين استخدام الالكترومغنت والداينامو الالكترومغنت هو اللي بيعمل back up للهيوج بلوكس اوف ايرن لكن الداينامو هو ده اللي بيعمل لي هو ده اللي بيعمل لي generate للإلكتريسيتي تمام يا ولاد بعد كده بيقول لي the amount of electricity produced from the dynamo can be increased by ازود ازاي الإلكتريسيتي اللي طلعالي من الداينامو بزود حاجتين طب انا مش فاكر في الامتحان ازود ايه تفتكروا هو الداينامو عبارة عن ايه عبارة عن حاجتين بس عبارة عن ماجنت وكويل يبقى انا عشان ازود الالكتريسيتي هزود الحاجتين اللي بيتكون منهم اللي هما ايه بقى
اللي هم increasing number of the coil turns، ازود عدد لفات السلك بتاعتي واستخدم strong magnet. يبقى كده انا زودت الحاجتين اللي بيتكون منهم، بقى عندي increased electricity. خلاص يا ولاد. طب بعد كده بيقول لي في السؤال اللي بعده، the A is used in factories to lift heavy iron blocks. كلمة lift heavy iron blocks هي نفسها كلمة pick up the huge blocks of iron. مين اللي كان بيرفع اي حاجة تقيلة من الايرن؟ كانت الالكترو ماجنت. يبقى الالكترو ماجنت ممكن يجي يقول لي lift heavy iron blocks، ممكن يجي يقول لي pick up huge blocks of iron. الاثنين واحد، الكترو. طيب نيجي بقى لأسئلة الساينتيفيك تيرم. نحل ازاي الساينتيفيك تيرم؟ قلنا سؤال الساينتيفيك تيرم ده عامل زي اللعبة بتاعت انا مين. هنقول هو بيديني التعريف وانا اقول مين ده. تعالوا نبدأ. بيقولي the area of magnet where the magnetic force is the most powerful، يعني المنطقة اللي في الماجنت اللي بيبقى فيها الماجنتيك فورس، قوة المغناطيس كبيرة جدا، هي ملهاش حاجة. أول ما يقول لي area of magnet يعني منطقة جوه الماجنت، هي الماجنتيك بول أو البول of the magnet. خلاص. وخلي بالكم مين المنطقة الاريا اللي فيها الماجنتيك فورس disappeared، يعني مفيش فورس أصلا، السنتر of the magnet. خلاص. طيب يبقى تاني اما يجي يقول لي the area of magnet where the magnetic force is the most powerful، اقول له الماجنتيك بول. خلاص. طيب لما يجي بعد كده يقول لي the space around the magnet in which the effect of magnetic force appears، اول ما يقول لي space around magnet منطقة حوالين المغناطيس، من غير ما اكمل الجملة، هي الماجنتيك فيلد او المجال المغناطيسي. لازم تفتكروها كده، اول ما يقول لي space around the magnet يعني منطقة حوالين المغناطيس، انا قبل ما اكمل اقول له ايه؟ magnetic field. خلي بالكم عشان هنا ما تلخبطوش ما بين magnetic pole وmagnetic field. الماجنتيك بول منطقة على المغناطيس نفسه، لكن الماجنتيك فيلد اراوند، دايما علموها بكلمة اراوند. خلاص يا ولاد. اراوند هي دي اللي بتعلمني كلمة ماجنتيك فيلد. خلاص. طيب بيقول لي بعد كده في السؤال اللي بعده the magnet ability، وخلي بالنا من كلمة ability قدرة يعني قوة، to attract magnetic materials existed in Earth's field. كلمة ability قدرة، وقدرة يعني قوة، وقوة يعني ايه؟ يعني force. يبقى انا اول ما اشوف كلمة ability افتكر على طول كلمة force، magnetic force. خلاص يا ولاد. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. بيقول لي device generating magnetic field by using an electric current. مين اللي بيعمل generating الماجنتيك وبيستخدم معاها electric؟ ها تفتكروا مين اللي كان نصه electric ونصه magnetic؟ الالكترو ماجنت. صح ولا لا؟ مش قلنا نفتكر الالكترو ماجنت نصها electric ونصها magnet، يبقى electro magnet. طب السؤال اللي بعده بيقول the source of electric current in the electromagnet. احنا قلنا من شوية في تركيب الالكترومagnet مين اللي بيديني electricity؟ الباتري. برافو عليكم. طيب بعد كده بيقول a device used in electric power station. كلمة electric power station يعني محطات توليد الكهرباء، يعني generating electricity. مين بيعمل generating electricity؟ الداينامو، huge داينامو، داينامو كبير ضخم. طيب بعد كده بيقولي a set used to generate electric current by using a magnet and a coil. هي قلنا اول ما نشوف كلمة generate electricity او generate electric current يبقى على طول الدينامو، وليه اسم تاني electric generator يعني مولد للكهرباء، مش الدينامو بيعمل لي generate electricity، يبقى اسمه electric generator. خلاص يا ولاد. طيب بيقولي بعد كده
The English doctor that made a magnetized needle which is used nowadays in making a compass. مين اللي عمل الكمباس؟ طبعا كان اسمه ايه؟ ويليام جيلبرت. واحنا قلنا نحفظ اسامي العلماء كويس جدا ونعرف بيكتبوا ازاي. ويليام جيلبرت. خلاص يا ولاد. طيب بعد كده بيقول لي The English scientist that made the dynamo. ها مين الانجليش ساينتست ده اسمه ايه؟ فاراداي. يبقى لازم نفتكر كويس عشان في ناس بتلخبط ما بين الاثنين. كومباس ويليام جيلبرت. فاراداي يبقى الداينامو على طول. طب مين اللي فسر ان احنا بنعمل سي بنشوف بالريفليكشن؟ كان اسمه الحسن بن الهيثم. برافو عليكم يا ولاد. ودلوقتي معادنا مع اسئله الترو والفالس. ممكن يجي بدل الترو والفالس يقول لنا correct the underlined word، يعني جيب لي كلمة تحتها خط والكلمة دي غلط واحنا بنصلحها. احنا اي سؤال هيجي معانا false هنشوف الكوركت بتاعه ازاي. بيقول لي اول سؤال natural magnet is a red rock. طيب هنا ايه الغلط؟ كلمة red. عرفنا ان natural magnet ده دايما ما بيتغيرش، هو black rock. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي The unlike poles of the magnets repel each other. ها قلنا من شوية unlike يعني مش شبه بعض، يبقى بيعملوا ايه؟ بيحبوا يقعدوا جنب بعض، يبقى unlike لازم يجي معاها attract مش repel. خلاص يا ولاد. فانا هنا اما اني انا اصلح كلمة repel واكتبها attract، او احط خط تحت كلمة unlike واغيرها واكتب like. خلاص يبقى انا ممكن اصلحها بالطريقتين. طب بيقولي the magnet has three poles. طبعا دي فولز، أما ليها كام بول؟ ليها two poles. خلاص يا ولاد. يبقى الماجنت ليه two poles، إنه هو النورث والساوث. بعد كده بيقولي there are two types of magnet natural and artificial. طبعا دي صح، natural اللي هو الطبيعي والartificial اللي هو man made من صنع الإنسان. The sailors use the camera during sailing in the ocean. هم البحارة بيستخدموا الكاميرا عشان يعرفوا اتجاههم؟ لا طبعا. أمال مين هم بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا الكمباس. الكمباس هو اللي بيعرفني المين جيوغرافيكال دايركشن مش الكاميرا. يبقى احنا هنحط خط تحت الكاميرا وهنصلحها. تمام. بعد كده بيقول لي the magnetized needle is the basic idea in making the dynamo. هل الداينامو صح؟ لا طبعا فولس. يما ايه اللي صح بقى؟ اللي صح ان بدل الداينامو هنحط الكمباس. الكمباس هو اللي كان فيه magnetized needle. خلاص يا ولاد. بعد كده بيقولي the north pole is often red colored but the south pole is often blue colored. النورث اللي هو اللي فوق بيبقى red، الساوث يعني اللي تحت بيبقى لونه بلو. دي ترو. طب يا ميس انا في الامتحان ممكن انسى، هي مين اللي كانت ريد ومين اللي كانت بلو؟ افتكرها ازاي؟ فاكرين الرينبو؟ الرينبو اول لون الفيرست كلر فيه كان لونه ايه؟ ريد. والفيرست ده كان بيبقى ناحيه فوق ناحيه النورث. يبقى انا لما اجي في الامتحان وانساها افتكر هو مين اللي كان ناحيه النورث، مين كان فوق في الرينبو؟ كان الريد. يبقى النورث بول ريد والساوث هو اللي بلو. خلاص عرفنا نعلمها ازاي. طيب بيقول لي الديسك درايف اند الكتريك ميكسر كونتين داينامو. طبعا دي ايه؟ فولس. امال مين اللي كان جوه الديسك درايفر والالكتريك ميكسر؟ كان الايه؟ ها الالكتروماجنت. برافو عليكم. طيب بعد كده السؤال اللي بعده الكتروماجنت از ا تيمبوراري ماجنت ميد باي ذا افكت اوف electricity. طبعا الاجابه هنا true، وكلمه temporary دي هي ممكن السؤال ده يجي لنا في الساينتفك تيرم ويقول لي a temporary، كلمه temporary magnet دي يبقى على طول electromagnet. خلاص. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا the magnetic force is most powerful at the two poles of the magnet. يعني بيقول لي اني القوة بتاعت الماجنت بتبقى powerful عند التو بولز. طبعا دي ترو لسه قايلينها من شوية. امال بتبقى disappeared فين؟ at the center. برافو عليكم. huge dynamo is used in lightning sets and operating factories. طبعا السؤال هنا برضو ترو. برافو عليكم. بيقول لي بعد كده
The electromagnet is a tool used to identify the mean for geographical direction. قلنا مين اللي أول ما أشوف geographical direction على طول أعرف إنه هو الكمبس. برافو عليكم. يبقى هنا الإلكترومغنت هي اللي غلط، الكلمة دي كده غلط، أمال إيه الصح؟ الكمبس هو اللي صح. تمام يا ولاد؟ طيب بعد كده بيقول لي the deflection of the ammeter's pointer increases by increasing the motion of the coil. السؤال ده معناه إيه؟ السؤال ده معناه ان الاميتر، وعشان افكركم بالاميتر، ده جهاز بيقيس الالكتريك انتنسيتي، يعني شدة التيار الكهربي، يعني قد ايه كهرباء الكتريسيتي معدية جوه الواير جوه السلك. خلاص، كل ما الكهرباء بتزيد كل ما الاميتر ده البوينتر المؤشر بتاعه ينحرف اكتر، يعني يتحرك اكتر. فهو هنا بيقول لي ان الديفليكشن اوف ذا اميترز بوينترز، يعني الحركه بتاعه الاميتر ده هتزيد، انكريزز باي انكريزنج ذا موشن اوف ذا كويل. مش انا كل ما بحرك الكويل مع الماجنت بلاقي ان في الكتريسيتي اكتر، وكل ما كان في الكتريسيتي اكتر يبقى الديفليكشن هيزيد. يبقى الجمله دي ترو. برافو عليكم. Magnetic effect of electric current can be detected by using a meter. احنا لسه قايلين هو الاميتر بيقيس magnetic effect؟ لا، امال بيقيس ايه؟ electric intensity او current intensity. امال مين اللي بيقيس magnetic effect؟ ها فاكرين؟ اللي بيقيس magnetic effect هو الكمبس. الكمبس هو اللي بيقيس magnetic effect. خلاص؟ بعد كده بيقول لي the small dynamo in the bicycle contains a bar magnet. فاكرين شكل الماجنت اللي جوه؟ احنا نسينا واحدة. the magnetism is always related with electricity. دي طبعا true، على طول مدام في magnetism يبقى اكيد كمان في electricity. السؤال بقى اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي the small dynamo in the bicycle contains a bar magnet. كلمة bar هنا غلط. الماجنت اللي موجود في الداينامو بتاع البايسيكل بيبقى U-shaped magnet، مش bar magnet. خلاص، نفتكرها دايما U-shaped. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي Faraday is the English scientist that discovered the electric effect of the magnet. ايه ده يعني ايه؟ هو ايه الالكتريك افكت اوف ماجنت؟ الداينامو، يعني عملت جنريت لالكتريسيتي. مين اللي عمل او مين اللي اخترع الداينامو؟ هو كان فارادي. يعني الستيتمنت دي از ترو. برافو عليكم يا ولاد. طيب نيجي بقى لسؤال الجيف ريزون. طبعا اول ما بقول جيف ريزون بتقولوا ايه السؤال ده ما بنحبوش، بالرغم انه سهل جدا نفهم. انتوا بتبقوا فاهمين الاجابه بس مش عارفين تعبروا، فلازم نحفظ الطريقه الصح اللي نكتب بيها الاجابه. السؤال الاول بيقول لي electromagnet is considered a temporary magnet، يعني هو ليه مغناطيس مؤقت. انتوا فاهمين ان طول ما في electricity هو بيبقى magnet، لكن ما فيش electricity ما بيبقاش magnet. طب عبر عنها ازاي؟ هقول because the electromagnet loses its magnetic force، يعني بيفقد قوته by cutting off the electric current، لما بقطع عنه الكهرباء. Steel is called a magnetic material but plastic is called a non-magnetic material. اي example يجيبه لكم ويقول لكم هو ليه magnetic، هتعرفوا الماجنتيك. يبقى because steel is attracted to the magnet. طب بيقول لي but plastic is called a non-magnetic material. هو تعريف non-magnetic انتوا عارفينه ايه؟ انه هو not attracted. يبقى هقول له but plastic is not attracted to the magnet. بعد كده بيقول لي magnet attracts iron but doesn't attract copper. هنا السؤال ده عكس اللي فوقيه. هنا عايزني اعرف بقى هي مين اللي بتعمل attract ومين اللي ما بتعملش attract. هنا مديني الايرن بيحصل له attract، يبقى اقول له because iron is a magnetic material but copper is non-magnetic material. بيقول لي one of the two poles of magnet is called the north pole and the other is called the south pole. هقول له هنا ايه؟ هقول له عشان دايما اللي اسمه north بيبص ناحية النورث، واللي اسمه south بيبص ناحية الساوث. يبقى because one of them always pointed، يعني بيبص to the north direction of the earth and the other always pointed to the south direction of the earth. تمام؟ طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ The north pole of the magnet attracts the south pole of another magnet but repels the north pole. قلت لكم من شويه الاثنين اللي شبه
بعض مش بيحبوا يقعدوا جنب بعض، لكن الاتنين المختلفين بيحبوا يقعدوا جنب بعض. يبقى هقوله because the like magnetic poles repel each other but the dislike magnetic pole attract each other. خلاص يا ولاد. طيب بيقول لي we must increase the number of coil turns in electromagnet. يعني ليه انا بزود الكويل تيرنز في الالكتروماجنت؟ وممكن يجيب لي سؤال تاني it is preferable to increase the number of patterns. السؤالين دول ممكن يجوا لنا في الامتحان اجابتهم واحده. انا سواء بزود الكويل تيرنز او بزود الباترز بعمل ده ليه؟ to increase the magnetic force of the electromagnet. طيب بيقول لي بعد كده compass is used in planes في الطيارة او ممكن يقول لي to sailors. ليه sailors البحارة بيستخدموا الكمباس؟ سواء دي او دي هي نفس الاجابة. ممكن يقول لي the compass is an important tool for traveler اللي بيسافروا. كل دول اجابتهم واحدة. ايه هي؟ انه بيعرفني الاتجاهات to locate the main four geographical directions. بعد كده بيقول لي the compass is used to locate the main for geographical direction. ليه بقى الكومباس اصلا بيعرفني الاتجاهات؟ هقول له ايه؟ هقول له because the compass is a needle magnet that takes a fixed direction. اللي هو ايه الاتجاه اللي على طول بياخده النيدل دي؟ which is north south direction. يعني دايما في اي حته بحط الكومباس دايما هياخد اتجاه الشمال والجنوب، عشان كده بقدر اعرف بيه الاتجاهات. يبقى because the compass is a needle magnet that takes a fixed direction. اللي هو مين؟ النورث ساوث دايركشن. وخلي بالنا من كلمه نورث ساوث دايركشن دي بتيجي في الكومبليت وفي التشوز. طيب بيقول لي بعد كده the box of compass is not made from iron. ودي قلتها لكم من شويه، فاكرين قلنا ليه هو مش من الايرن او ليه هو مش من magnetic material؟ قلنا to avoid يعني نتجنب the attraction between، ان الجاز يحصل الجذب ما بين الماجنتيك نيدل، النيدل اللي جوه الكومباس اند ذا ايرن بوكس والعلبه، فساعتها مش هتتحرك. A magnet can be used to separate iron filing from sand. هقول له ليه؟ because iron is a magnetic material that attract to magnet. يعني هنا بيقول لي الماجنت ليه هيعمل سيباريت للايرن فايلينجز؟ هقول له عشان ايه؟ الايرن دي ماجنتيك ماتيريال اتراكت تو ذا ماجنت. طيب السؤال الثاني وات هابنز اف او وات هابنز وين، ده برضو سؤال سهل. توقعوا ايه اللي هيحصل؟ يوزنج سترونج ماجنت ان ذا داينامو. بستخدم سترونج ماجنت. فاكرين احنا من شويه في الكومبليت اون انا لما بعوز ازود الالكتريك كارنت اللي جاي من الداينامو بعمل ايه؟ بعمل انكريز اما للكويل تورنس او للايه، او بستخدم سترونج داينامو. طب هنا بيقول لي انا استخدمت سترونج داينامو سترونج ماجنت في الداينامو، يبقى الاجابه ايه؟ هيحصل انكريز للالكتريك كارنت اللي جاي من الداينامو جنريتد فروم ذا داينامو. طيب بيقول لي استخدمت سترونج ماجنت is both close to a piece of paper. جبت ماجنت قوي جدا وقربته من ورقه، هيحصل حاجه؟ لا طبعا. ليه؟ عشان البيبر دي نون ماجنتيك، يبقى it will not attract the paper. طب لو قال لي بقى a strong magnet is both close to iron، هقول له هيحصل ايه؟ attract. عرفتوا ازاي تغيروا الاجابه لو غير لكم السؤال؟ طيب an electric current flows through a wire twisted around the wrought iron nail. يعني عندي سلك، السلك ده ملفوف حوالين iron nail يعني مسمار حديد، وحصل ان مر تيار كهربي an electric current flow يعني عدى، هيحصل ايه؟ the nail ده هيبقى عبارة عن becomes an electromagnet. برافو عليكم. طيب بيقول لي بعد كده you suspend a bar of magnet to move freely. ايه اللي هيحصل لما بعلق الماجنت ده واخليه يتحرك بحريه؟ هياخد دايما اتجاه ثابت، صح ولا لا؟ يبقى it always takes a fixed north south direction. طب ايه اللي هيحصل لو حطيت put a magnet near a paper clips اللي قلتها لكم من شويه؟ paper clips دي يعني من الايرن او من الستيل، يبقى ساعتها it will attract it. برافو عليكم، لان الكلابس magnetic. طب بيقول لي you immerse a magnet in iron filing. حطيت ماجنت وسط ايه؟ وسط iron filing. هنا عاوزني اقول ايه بقى؟
اقول ان الايرن فايلينجز ار اتراكتد ات ذا تو بولز اوف ذا ماجنت. ليه؟ لان هي مش هتيجي عند السنتر عشان السنتر ما فيش فيها ماجنتيك فورس. دايما هلاقيها الايرن فايلينج لزقت فين؟ عند الحروف، عند التو بولز بس، لكن مش في النص. خلاص. طب بيقول لي موفينج ا كابر واير بتوين ذا تو بولز اوف ا ماجنت، عمال احرك كويل بتاعي، الكويل ده بحركه بتوين تو بولز اوف ماجنت. لو قال لنا حركت ماجنت جوه سلك او حركت السلك بين البولز بتاعت الماجنت، اجابتهم واحده، ذا ماجنت جنريت ان الكتريك كارنت ان ذا كابر واير. يبقى سواء حركت الكويل نفسه او حركت الماجنت، في الحالتين ده داينامو هيولد لي كهرباء. ان الكتريك كارنت، an electric current flows through a wire put beside a compass. هي لما يمر كهربا في سلك، والسلك ده حواليه كومباس، هيحصل ايه؟ كومباس نيدل ديفليكت، يعني المؤشر بتاع الكومباس هيتحرك. فاكرين كانت الاجابه لو جت في الجيف ريزن، ليه المؤشر اتحرك؟ هقول له ليه؟ because او due to ها generating an magnetic ايه field، عشان يتكون magnetic field، مجال مغناطيسي. طيب بالنسبه بقى للسؤال بتاع الفيجرز، وده سهل جدا، الصوره اللي قدامنا دي ريبريزنت ايه؟ طبعا ده كومباس. طيب بيقول لي الديفايس ده كونسيستس اوف ايه؟ هقول له ماجنتيك نيدل، اللي هي الابره اللي في النص المغناطيسيه دي، ماجنتيك نيدل سبين فريلي اراوند فيكسد اكسس. طيب لما يجي هنا ويقول لي الشكل اللي قدامنا ده مين؟ اه هنا شفت البتري، اول ما تشوفوا البتري يبقى الكترو ماجنت على طول، اول ما تشوفوا البتري يبقى ده الكترو ماجنت. بيقول لي ليبل ذا فيجر، قول لي بقى المكونات اللي فيه. هقول له نمبر 1 ده ايرن نيل، يعني ايه؟ مسمار حديد. وممكن بدل الايرن نيل لو جابها لكم عباره عن قطعه حديد كده ملهاش شكل، يبقى ده اسمه ايرن بار. خلاص. طيب تاني حاجه السلك ده عباره عن ايه؟ كابر واير او كويل. بعد كده الاخيره خالص دي اللي هي الباتري. تمام. طيب نيجي للرسمه اللي بعدها، ده ايه؟ ده طبعا عباره عن ايه؟ انا مش شايفه قدامي غير ماجنت وكويل، يبقى على طول ده داينامو. طب ايه هي بقى المكونات بتاعته؟ قلنا الداينامو حاجتين بس، ماجنت اللي هو مرسوم عليه حرف الام، والكويل اللي حواليها ده. طيب ودي بقى لو طلب ام، لو جاب لكم على اللمبه دي رقم بتكتبوا الكتريك لامب، دي بتعرفني بس ان في كهرباء ولا لا، ملهاش لازمه غير كده. لكن هل هي من ضمن الكومبوننت بتاعت الداينامو؟ لا، هي بس بتعرفني لو في كهرباء هتنور، مفيش كهرباء مش هتنور، دي الالكتريك لامب. بالتوفيق يا اولاد، واتمنى ان شاء الله باذن الله تستفادوا من المراجعه دي ونذاكر كويس، وان شاء الله الفول مارك للجامعه.